السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو ديالي بخير وعلى خير. مبروك عليكم شعبان، والله يبلغنا رمضان ان شاء الله بالصحة والعافية والهنا والسلام يا ربي وراحة البال، والله يعيننا الله يعيننا في القيام والصيام. سمحوا لي على الصوت ديالي ضربني شوية البرد، مشكيت عليكم. الوغ اليوم بغيت نشارك معكم العسل ديال يعني العسل اللي موالفه كندير. صراحه من نهار ولا يصدق ليا صافي، ما بقيتش زعما كنستغنى عليه، وليت كندير شباكيه هكا في الدار عندي. ما الحمد لله يعني كنت موالفين مالي الدار هما اللي كيصيفطوها ليا، ديما دايرين ليا حقي الله يجازيهم بخير. ولكن من نهار الحمد لله زعما ما بقاش كيخلعني العسل صافي، ولا الحمد لله كيصدق ليا 100%. داكشي علاش بغيت نشاركو معكم. انا من النوع اللي عزيزه عليه الشباكيه تكون فوق الطبله تاع رمضان، واخا زعما ما كناكلش فيها بزاف، ولكن ضروري واخا نشم غير ريحتها. عزيزه عليه الشباكيه تكون باقي سلو صافا ماشي بزاف، ولكن الشباكيه شي حاجه عندي مهمه. واصلا يعني كبرنا حنا في دوك الاجواء تاع ريحه الشباكيه وريحه يعني فين ما كتمشي تبارك الله في المغرب المحلات كلشي كيولي صوب الشباكيه، ويعني كاينين كيعطي واحد داك الاجواء ديال رمضان. وهنا في الغربه راه كيف كتعرفوا يعني ما كاين لا اجواء لا والو، الواحد الا ما خلقهمش لراسو راه ما كاينش زعما ما كاين لا اجواء لا والو. داكشي علاش انايا يعني حاولت وليت كنصايبها في داري هكذا باش حتى انا ولادي يكبروا في داك الجو ويعرفوا يعني التحضيرات. كنبقاو نحضروا شويه بشويه بانكم كوارا شهر رمضان راه داخل ان شاء الله، سي فري هو تاع العباده وكلشي، ولكن حتى هاد التقاليد اللي كبرنا بهم راه يعني تبقاو في الذاكره، ديك الروائح تاع شهر رمضان تبقاو سبحان الله العظيم تتبقى في الذاكره. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم ان شاء الله خليكم معايا ندوزو المقادير. غادي نحتاجو في هاد العسل 2 كيلو ديال سنيده، غادي نديرو انا بسنيده، عندي 2 كيلو ديال سنيده، عندي واحد 3 العويدات تاع القرفه، وعندي 2 ديال القرنفل، يعني 2 حبيبات بالحساب تاع القرنفل. ما غاديش نكثر فيه كثرة العشوب باش يبقى المذاق ديالو محايد. المهم سمحوا لي الا سمعتوا شي اصوات ولا شي حاجه، مع كاينين اللي تخافوا على برا داكشي علاش. الوغ غادي نحتاج حامضه وواحد المخصو ديال الليمون يعني قبل المذاق، ولكن الحامض ضروري ما تكثروش، يعني 2 كيلو نديرو فيه حامضه صغيره. وعندي الماء، الوغ هاد 2 كيلو ديال سنيده وكاين هنا اطرو تاع الماء، هاد اطرو ما نديروش كامل، غادي نخوي منه واحد الكاس بحال هكذا، هذاك اطرو غادي نقص منه هاد الكاس. دوك الكيسان ديال اتاي ماشي تاع العنبه، ولكن نقص عليه شويه فوالا. هتقولوا لي علاش؟ لان كي كتعرفوا راه السكر كيختلف، ماشي السكر تاع القالب ماشي هو ديال داك البواطه ماشي، وسنيده كذلك كتختلف. انا دابا هاد السنيده اللي عندي عندها رقيقه ماشي ديك السنيده الغليظه، داكشي باش الا كانت سنيده رقيقه ما خصناش نديرو فيها الماء بزاف، انا كتبقى تسناها طيب تسناها تعقد تسناها وتتبقى جاريه ما كتعقدش تسويت، بخلاف الا كان بحال هذا القالب تاع السكر ولا دوك تاع هذاك البواطه ديال السكر اللي عندنا في المغرب، هذوك لي مورسو ديروا فيه اترو ماشي مشكل، ولكن السنيده ردوا ليها البال، لان كاينه اللي تكون سنيده غليظه وكاينه اللي كتكون سنيده رقيقه. ونقول لكم حاجه واحده اخرى، انا داكشي اللي تعلمته لي يعني شفتو لي يعني كل اي حاجه حتى واحد ما كيتزاد من كرش مو معلم، كلشي بالتجربه، يعني الواحد كيتعلم بالتجربه، اليوم غدا صافي تتولي بروفيسيونيل. يعني انا فاش كنت كندير اترو كامل في سنيده راه دائما تيبقى ليا جاري، يعني واخا نزيد فيه الطياب تيبقى جاري ما كيعقدش كيف ما يعني كتشوفوه في 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 لي زوتر شين وداكشي. المهم قلت لكم يعني وهكذا اوكا، وزعما انا هاد الكاس علاش خليته هنايا، يعني فاش يطيب وشتو جا عقد لكم بزاف
يعني ولا تقيل اكثر من القياس، هذيك الساعه في الاخر كتزيدوا ليه من بعد ما كطفيو البوطه وداكشي كتزيدوا ليه هذا الكاس وكتخليوه يطيب خمسه، تزيدوا ليه واحد شويه ديال الطياب. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم في قضيه العسل، راه ما كايناش يعني شي توقيت محدد اكزاكت، زعما شي توقيت محدد لي يقول لي من بعد 45 دقيقه ولا يقول نص ساعه ولا، ما كاينش. العسل عينك ميزانك، يعني انا غادي نديرو غير في الطنجره، ما غاديش نسد عليه الكوكوط، هي غادي نديرو في الكوكوط ولكن ما غاديش نسدها كوكوط. علاش كنديرو في الكوكوط؟ حيت تكون ثقيله زعما كيطيب على المهل. المهم انا ما غاديش نسد عليه الكوكوط، غادي نخلي الكوكوط وكنبقى تنشوف مره كنشوفو هكذا واش اللون ديالو صاي يتغير، واش داك لي مرصوط الحام حتى هما تغيروا اللون ديالهم، وكنشوف يعني حتى تنوصل النتيجه المطلوبه. وداك مثلا بحال دابا انا بغيت ندير به الشباكيه ان شاء الله خاصو يكون شويه ثقيل، كنتو بديروا به دوت معسلات ولا شي حاجه اخرى تكون يعني بين وبين ما جاري ما ثقيل. هذا الشيء اللي كاين. سمحوا لي المهم ما حطيتش واحد الحبيبه تاع تاع الاخر حتى كيطيب، وكندير فيه واحد ربعه الحبات هكذاك تاع المسكه الحره، حتى هي كتعاون باش يتعلق وتيعقد. الوغ غادي ان شاء الله بسم الله غادي ندير هاد سنيده في الكوكوط بسم الله. وغادي ندير عليها الماء، هذاك الاطرون نقص منه هذاك الكاس بسم الله. وغادي نخليها هاد الماء مع هاد سنيده تذوب فيه شويه تقريبا هكذاك شي نص ساعه، نخليها حتى تذوب مزيان في داك الماء عاد نرضع على البوطه. هاد العسل ما داب في الماء، غادي نزيد ليه بسم الله نزيد ليه داك الحامض قرفه داك جوج حبات تاع القرنفل، وراني مجهده عليه البوطه، مجهده عليه البوطه غير شويه ماشي عاوتاني مجهدها بزاف. المهم غير باش طلعوا هذيك الغليه، من بعد ما طلعوا الغليه غادي نقص عليه الماكسيموم صافي، ونخليه يطيب على خاطرو، ومره مره غادي نبقى نحركو ونرد ليه البال، ما غاديش نسد عليه الكوكوط ما حتى شي حاجه، غادي نخليها غير بحال هكذا غير هكذا مردوده. يلا خليكم معايا. هاي دابا راه دازت تقريبا دازت ساعه اللي خليته يطيب فيها، ها هو الحامض، هذوك لي مخصو تاع الحامض راهم بداو تيوليو يعني راه مازال ما ولاوش بني غامق، خاصهم حتى يوليو بني فونسي يوليو بحال ماغون، باقي شويه يعني شتو ساعه ساعه هو كيطيب. دابا غادي نزيد ليه واحد ربع ساعه واحده اخرى حتى يولي هذاك الليمون هذوك لي مرصوط الحامض هما اللي كيبينوا لكم بان العسل ديالكم راه طبي، لما ولاوش ماغون يوليو اللون ديالهم بحال هذاك العود تاع القرفه تقريبا. صافي من بعد نطفي عليه ان شاء الله، بخليكم معايا. ايوا صافي ها هما داك هذوك لي مرصوط راه ولاو ماغون بزاف فونسي، ناري على صوتي كي ولا ها هما صافي غادي نحيدهم نحيد هذوك لي مرصوم، وما عاديش نرمي هاد لي مرصوم ما يترماوش هكذا، الا دار شي واحد شي طارتو سيترون ولا شي حاجه ولا شي فلون يتزوق به كتجي زوينه هكا ديكوراسيون بهاد لي مرصو كيجيو زوينين. حيد هذاك العويدات القرفه والقرنفل فوالا. ودابا غادي نزيد ليه هذوك ربعه الحبيبات ديال المسكه المسكه حره ها هما، غادي يذوبوا بلا ما ندقهم بلا حتى شي حاجه، غادي يذوبوا بوحدهم. نزيد واحد اخر نسيتو، كاين اللي كيزيد الشبه كاين اللي كيزيد ما عرفت شنو الجليكوز، انا ما كنزيد فيه حتى شي حاجه ابار قلت لكم هاد ابار هاد المسكه حره. صافي نحركها هكذا باش تذوب شويه ها هاد العويد تاع القرفه، ها هو راه ديجا تقيل واخا هكداك. صافي وغادي نخليه هكدا يذوبو دوك هادوك الحبيبات ديالها سميتو، غادي يذوبو غادي نخليه يبات باش نعرف ديك الساعات عاد باش تقدرو تعرفو النتيجه، خاصو حتى يبرد عاد باش تقدرو تعرفو النتيجه واش العسل ديالكم
يعني الى جا ثقيل، يعني ثقيل عاقد على قبل الشباكيه، هو هذاك جا لي كيد، راه كتزيدوا ليه الطياب واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق، الى جا عاوتاني معلك بزاف، يعني عاقد لدرجه بحال شكل الجليكوز هكذا، يعني معلك. راه هذاك الكاس ها هو، راه ما عادش نزيدو ما حتى شي حاجه، تزيدوه فيه سواء كتزيدو هاد الكاس الماء ولا كتزيدوه كاس تاع المزهر. المهم انا ما عنديش، ما كنزيد فيه لا مزهر لا والو، حيت ديجا الشباكيه يعني كتصاوب مزهر وكتكون مقومه. كنبغي العسل يكون هكذا محايد، ما يكونش فيه بزاف تاع التاليكو. يلا شكرا، من بعد ان شاء الله ونشوفوا العسل ديالنا كيفاش ولا. ايوه العسيلة ها هي وجدات، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، ما تصوروش شحال فرحانه. عادي شكون اللي فرحان بعلي هكذا؟ الا صدقات لي شي حاجه تفرح. شوف 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 شوف، بسم الله ما شاء الله، غزال 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 غزال. شوف 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 شوف، تبارك الله. شوف شوف ها، تكتب هكذا، تكتب ويت، صافي بحال الكيكه، تبارك الله. ها خاطر ثقيل رائع، لا في اللون لا في المذاق، واحد العود تاع القرفه مازال جا ما شاء الله، والله العظيم جا زوين تبارك الله. يعني لا من ناحيه العقوديه عقد هو هذاك، لا من ناحيه اللون لا من ناحيه المذاق، كل شيء تبارك الله جا زوين. صافي حتى نتوما الا تبعتوا غير هذه الطريقه راه ما تبقاوش مازال نتوما تخلعوا من العسل، وفين ما تحتاجوه تصاوبوه دغيا، زعما ما تخلعوا منه ما حتى شي حاجه، تسويتي يوجد لكم ان شاء الله. ايوا خوتي اش نقول لكم، مهم ما عاديش نقول لكم الصراحه شحال تاع الوقت يعني استغرق مني، ولا شحال يعني نعطيكم هكذا بالتدقيق، 45 دقيقه ولا ساعه ولا ما كايناش هذيك الهضره. نجيكم نيشان العسل، تيبقى عينكم ميزانكم الا ما سديتوش عليه الكوكوط. انا ما سديتش عليه الكوكوط، يعني انا خليته كيطيب، ومره مره كنطلع عليه كنحركه كنشوفه حتى كنوصل النتيجة اللي بغيت. يعني ساعه نقول لكم الداليه تقريبا تقريبا شي ساعه ونص، ومازال زدت ليه شي 10 دقائق حيت كان جا شويه ليكيد. مهم تيبقى العسل عينكم ميزانكم نتوما والقياس اللي بغيتوه، مثلا بغيتوه يبقى خفيف بغيتوه يبقى ثقيل، صافي كتبقاو كتطيبوا حتى تشوفوا. بيان سور ما عاديش تحرقوه، ولكن تتوصلوا النتيجه اللي نتوما بغيتوها وراضيين عليها. ايوا هذا العسل ديالي هو هذا اللي شاركت معكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله باش نصايبوا به الشباكيه. ومن الاحسن دائما العسل يكون واجد عندكم على اتساع، مثلا تصايبوا على 3 ايام هكذا كل يومين عاده، باش ان شاء الله تخدموا به الشباكيه، باش على الاقل تعرفوا بان العسل ديالكم راه صادق 100%. ايوا المهم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو الجاي تاع الشباكيه، وشكرا على المشاهده.